ما صنعت فينا يد البين. كم من حشان أقرحت فينا ومن عيني. ما لي وللبين لا أهلا بطلعته. كم فرق البين قبلا بين إلفين في الشرق هذا وذا في الغرب منتئيا. مشردون على بعد سجيين. لا تأمن الدهر إن الدهر ذو غير وذو لسانين في الدنيا وكفلين. أخنا على عترة الهادي فشتته. هذا هو حال الأئمة يا مؤمن، فما حال الشيعة؟ أخنا على عترة الهادي فشتتهم. فلا ترى منهم جامعا بشخصين. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء. يا كربلاء يا كربلاء يا كربلاء. بعض بطيبة مدفون وبعضهم بكربلاء وبعض بالغريين. أي بكربلاء وبعض بالغريين. وأرض طوس وسامراء وقد ضمنت. بغداد بدرين قد حلا وسط قبرين. يا سادتي ألمن أنعى أسا ولمن لأي مصيبة أبكي عليكم سادتي. يا سادتي لمن أبكي أسا ولمن أبكي بجفنين من عيني قريحين. أبكي على الحسن المسموم مضطهدا أم الحسين لقى بين الخميسين. ما هو حال إمامك يا مؤمن؟ أبكي عليه خضيب الشيب من دمي. وإماما وسيدا أبكي عليه خطيب الشيب من دمي. معفر الخد محزوزا وريديني
معفر الخد محزوز الوريدين أي معفر الخد محزوز الوريدين الله يا مؤمن عند هذه القبور الشريفة الطاهرة ننادي نشارك نسمع الأصوات. هؤلاء كانوا يحضرون مآتم الحسين تتلمذوا وتعلموا في مدرسة الحسين عليه السلام. هنوح يا زهرة على منه تنوح نوحج على المسموم لا نوحج على حنت ونادت والدمع بالخد بادي انت تسألوني يا خليك كلهم أولى لكن مصاب حسين صاطي في فؤاد وعظم علي لون الناعي على وحسينا دهري رماني بالرزايا بكل غالي صار مولاتي وشتت أولادي عن يميني وعن شمال وما شوف ساعة من الحزن مرتاح بال وعظم علي لون الناعي يا مؤمن على لسان الزهراء سلام الله عليها ولسان قلب كل أم فارقت ولدها وخصوصا في ريعان شبابه نقول على لسان فاطمة سلام الله تعالى عليها أنا الوالد أنا الوالد والقلب له فوق. سعد الله قلب الأمهات يا مؤمن هذه الأم التي نظرت إلى ولدها يكبر أمام ناظريها أمام عينيها أنا الوالد أنا الوالد والقلب لهفان ودور عزبني وين ما كان والله أنا الوالد أنا الوالد المذبوح ابنها وطول الدهر ما قل حزنها والله 70 جثة بدور كانها بالمعركة ما حد فنها أي بالمعركة ما حد فنها